هل فكرت يوما السعي مثلا وكيف يؤثر على النتائج التي نصل إليها؟ وهل كلما نسعى كلما كانت خطواتنا تأتي بنتائج ملموسة على أرض الواقع في ذلك الوقت في حد ذاته؟ كل هذا وذاك سنتحدث عنه إن شاء الله في هذا الفيديو. معك صفية مطبة، ومرحبا بك في مجموعة أو سلسلة 30 رحلة في دقائق. إذا كنت مهتم بهذه المواضيع أشجعك على أن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وأيضا تعمل مشاركة للفيديو على أوسع نقاط. ماذا نقصد بالسعي؟ ماذا نقصد أن الشخص يجب أن يعمل خطوات أو خطوات عفوا للوصول إلى ما يريد؟ وهل هذه الخطوات التي لا تأتي بنتائج هي داخلة في اللعبة أصلا، هي موجودة لتوصلنا إلى ما نريد؟ هل السعي له علاقة بنتائج ملموسة في كل خطوة، أم هي مجرد خطوات من الأفضل أن نقوم بها من أجل أنه في الأخير نصل إلى نتائج بعد مدة معينة؟ السعي من وجهة نظري، طبعا أحكي يعني بجانب مهني لا أكثر ولا أقل، السعي هو أنك تخطو خطوات ولا تركز على النتائج. يعني أنت تسعى وتعمل المجهود سواء الذهني أو البدني بدون التركيز على النتائج، يعني بدون التفكير في وجود مقابل. مثال، لو أنت مثال تريد أن تبحث على وظيفة أو عمل معين، أوكي، فما هي الخطوات التي يمكنك أن تقوم بها؟ هي أنك مثال تجهز سيرة ذاتية وتبدأ في البحث أو التواصل مع مؤسسات ومع شركات معينة لطلب وظيفة معينة. أوكي، لكن هل كل الحركات، أو إذا جاز التعبير الخطوات التي تقوم بها، سوف تأتي بنتائج ملموسة؟ نقول لك لا، نقول لك لا. يعني مثلا عندك 50 اتصال يوميا مع مؤسسات باختلافها، لكن هل 50 اتصال سيأتيك ب50 رد؟ نقول لك لا، لا يأتي ب50 رد. لكن إذا لا تقم أو إذا لم تقم ب50 اتصال، لن يكون هناك اتصال من 3 أو 4 شركات. راح نبسطها لك. في عالم التسويق، طبعا الجانب التسويقي، في عالم التسويق هناك أمر يسمى مبدأ التراكم. يعني مثلا شخص له منتوج يبيعه بالهاتف، يتواصل مع الناس ويشرح المنتوج أو الخدمة. أوكي، فهناك مبدأ التراكم هو مبدأ 30%. ماذا نقصد بمبدأ 30%؟ هو أنك تعمل 10 اتصالات أو 10 اتصالات، في الأخير هناك 3 ردود فعل. يعني أنا أتصل ب10 مؤسسات أو 10 جهات، في الأخير أحصل على 3 ردود فعل. هذا يسمى مبدأ التراكم. يعني معناه ستحصل على رفض، ثم رفض، ثم رفض، ثم رفض، ثم قبول، ثم رفض، ثم رفض، ثم قبول، ثم قبول، ثم قبول، 30 أو 40%. أوكي، معنى ذلك أنك إذا لا تحصل على الرفض فلن تصل إلى القبول. السعي هو أن تجد رفضا معينا في وقت معين. أوكي، فمعنى ذلك أنك عندما تسعى حتى وأنت لست جاهزا، فتواصل مع فلان، تواصل مع فلانة، تواصل مع شركة فلانية، تواصل مع الجهة الفلانية، تواصل مع المجموعة الفلانية، ستحصل على رفض. ذلك الرفض عندما يتراكم سيعطيك قبول في النهاية. هذا ما نقصده، هذا هو مفهوم السعي. مفهوم السعي أنك عندما تجد رفضا، فهذا موجود في اللعبة أصلا، في لعبة النجاح في حياة الإنسان. فعندما أتواصل مع مؤسسة وأرسل سيرتي الذاتية، أوكي، خير وبركة، ثم أتواصل مع الشركة الثانية، فالثالثة، فالرابعة، عندما أصل إلى الشركة الرابعة مثلا أتوقف، ها أتوقف وأقول والله ليس هناك شغل، ليس هناك كذا، فأنا سعيت وأنا عملت وأنا وأنا وأنا، لكن درجة السعي ليست كافية، ليست متراكمة إلى درجة
تسمح للقبول بأن يوجد على أرض الواقع وأمام طريقك. لذلك في بعض الأحيان عندما تنهض صباحا حاول أن تحصل على الرفض، تتواصل مع الناس في الهاتف، تبيع شيء في التسويق أو تبيع دورة أو تبيع منتوج أو تقدم خدمة أو تعرض خدمة. يجب عليك أن تنهض بفكرة أنني اليوم هدفي هو الحصول على الرفض. هتقول لي سفيان كيف هذا؟ يعني أنا أمر غير منطقي، أنا أريد أن أحصل على القبول. أوكي، القبول يأتي بعد الرفض، يأتي بعد تراكم مجموعة من الرفض، من رفض عملك أو خدمتك أو مثال مؤهلاتك، ثم في الأخير ستجد من يقبل بعملك وخدمتك ويقبل بمن يتعامل معك. لذلك القبول ليس ضروري أنه يأتي في الأول. أقول لك والله عندك 100 اتصال، من 100 اتصال سيأتي لديك 30 ردود فعل مهتمة بما تقوم به، مهتمة، هناك اهتمام. لكن هذه 30 جهة ليس ضروري أنها تكون في أول في أول المجموعة. يمكنك أن تعمل 70 اتصال سيأتي منها الرفض، ثم 30 اتصال الباقية قبول 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 قبول. لماذا؟ لأنه لولا الرفض الأول لن يأتيك القبول. لذلك أخي الكريم أختي الكريمة، حاول أنه عندما يأتيك رفض معين سواء من شخص أو من جهة معينة، لا تجعل هذا الرفض أو لا تحمله على محمل شخصي، أو ما تعملوش كأنه شيء شخصي أو أنه يمس بشخصيتك وأنك مرفوض. لأنه أغلب الناس تخاف أن تعمل الخطوة الأولى لأنها تخاف من الرفض. الرفض هو موجود في اللعبة، هو جزء لا يتجزأ. ونقول لك فوق كل هذا، أهم عنصر في اللعبة هو الرفض، أهم عنصر، وعمل حلقة أو عمل 70 خط على هذه الكلمة أو هذه الجملة. أهم عنصر في اللعبة هو الرفض. لماذا؟ لأنه عنصر أو مبدأ التراكم، مبدأ التراكم هو مجرد تراكمات للرفض من أجل أن تحصل على القبول. لذلك إذا أردت مثال أن تحصل على قبول معين، سواء مشروعك، سواء وظيفة، سواء عمل، أيا كان، أوكي؟ فحاول أن تتواصل مع الناس أو تتواصل مع الجهات المعنية، وكلما تحصلت على رفض معين اجعله سلما أنك راح تصل إلى القبول. فهي عملية حسابية رياضية لا أكثر ولا أقل. حتى في التسويق، والجماعة التسويق ممكن معلومة هذه تهمكم، أي شخص يسوق لمنتوج معين عندما يرفض ليس معناه أن المنتوج تاعك أو خدمتك سيئة، لا، فأنت أصلا موجود في الرفض لتصل إلى القبول. وكل شخص في العالم نجح في وقت معين معناه أنه مر أو اجتاز مرحلة الرفض مهما كان مجاله. لذلك أخي الكريم، عفوا أختي الكريمة، حاول أن تجمع أكبر عدد ممكن من الرفض لتصل إلى القبول. فهذه عملية حسابية رياضية لا أكثر ولا أقل، ولا تحمل الرفض على محمل شخصي، أوكي؟ وتعامل مع الأمر ببساطة شديدة. وأصلا أنت نض صباح وابدأ في حركاتك وسعيك من أجل الحصول على الرفض. أنت قل أنا اليوم أريد أن أحصل على، لا أريد أن أحصل على أنه لا أريد، لست مهتم، والله اتصل في وقت آخر، لا أريد أن تتصل مرة أخرى. هذه كلها حاول أن تجعلها هدفا. بعد هذا الرفض سيأتي القبول لا أكثر ولا أقل. أردت فقط أن أشاركك هذه المعلومة، شاركها على أوسع نقاط، لأن الناس مع الأسف وصلت إلى أنها لا تثق في نفسها وفي قدراتها، لأنها ليس هناك قبول في الأول. يعني ليس ضروري أن تحصل على القبول من الأول. أوكي، السلام عليكم.